فترة 9 سنين مرت بتذكر كل سنة بسنة كنت وحيد بمدرستي عايش بدنيا تانية ما كان عندي رفيق يفهمني كانت أفكاري غريبة كانت الناس تتأملني وأنا صرت بنت كتيبة يسألوني عن هالوحدة بس ما حدا يفهم ردي وبيوم كنت قاعد وحدي تفاجأت بشخص حدي كلامه لإله شد نتشارك زاد الأفكار بس كنت واحد سندني وبيناتنا ما في أسرار أول سنة وتاني سنة وجوده كان سبب للضحكة صدق كان يعرف شو بيني لك حتى من دون ما أحكي كانت عم تتغير حالتي كونه حد عم يفرجها ثلاث أيام السنة الثالثة نطرته لك لا ما أجا صرت أسأل عنه زمايلي بس ما حدا كان يتذكر تنفتح للذكرى تاع البواب بوجهي تتسكر لك معقولة كل هالحبكي كانت تسج من خيالي كل ما ضل حالي أبكي ما لقي جواب على سؤالي يعرف عنه صرت ابرم على الاسباب اصحاب اللي سألته جنه ما كان يخلص العذاب صرته بيقرب فرصة متأمل اسمع جواب دقات لأسأل وينه في بنت فتحت الباب جمالها فوق الطبيعة صفنت بوجه اتأمل ما بخب عليك للحظة نسيت عن شو جاي اسأل فجأة بصوتها وعدني ما بوصف لك كيف حسات سألتها عن خيي وينه قالت لي سكان جداد دلتني عباد قريبه اللي مسكنهم بهالبيت تذكرت ايه هيدا هو وقفت انطر عالشباب طلعت بيجي لفتني شفت صوره عالحيطان طلعت قلبي نقزني ولعب براس الشيطان دقت عالجرس فتحلي سألت عن خي وين لقى صعوبة كيف يشرحلي توفى بحادث من شهران وقع قلبي من قلبي سكين بقلبي وقصة كدت عالبيت عم تبكي وما خبرت حدا القصة انا هلا خسرت خي الشخص الوحيد اللي حبيته فضلته ع كل البشر من بين الكل نقيته حقيقه كانت مفروضه طب كيف بدك ياني صدق جمعه بزوايا الاوضة عيوني كانت عم بتحدي وبلحظه تذكرتها هي الملاك الوقت فتح لي حاولت انكر اعجابي بس فكري ما كان يسمح لي لقيت حالي كل يوم عم بنطر حبيتها تظهر وتضل حكيها ما قدرت اصبر من نطره كنت عم مل كان تبادل بالاعجاب لقيت حالي صرت اشكيله يوميه عطراج الباب كانت عم غمرتني مرة تأثرت لقيت روحي منها عم تطفى الإحساس ما قدرت فسرت جروحي عايدة عم تشفى الكآبة بحياتي نسيتها لما اطلع بعيونها تعهد ما ايدي ما تترك ايدها والأمان صونا بجنونة الحرب ولعت ما عدت لقيت الأثر الأحداث علي سرعة لقدر مرة تاني انتصر لقيت حالي من الحي قريب شفت الطفل الصغير قربت لأن وجهه ما كان غريب سألته حبيبي شو اسمك جواب وسمعت اسمي اجري من المشهد تثبت حسيت برعش بجسمي بعيونه شفت عيونه اطلعت شفتها قدامي حكيت من صوتها تأكدت بهاللحظة تمنيت اعدامي هاي هي لك هيدا وجه زاد النظرة وزاد البصمة لك معقولة لقد حبتني لسمت ابنها اسمي معقولة ما نسيتني من بعض كل هالسنين لكن حست ما عرفتني ما لمحت بعين الحنين سألتني مين بتكون صوتها ضلت عم بسمع احضرت هاي لحظة جنون او ذكرى براسي عم تلمع طلعت بالسيارة اللي صرت منها زوجة عم يصف ما قدرت جاوب سؤالها دني فيا عم بتلف لك يا خيي شفت شغلل بالسيارة هيدا مين هيدا خيي هيدا دم ضيعته من 9 سنين يا حلم